طبعا احنا الان متوجهين ضمن باص غصن زيتون الجوال، متوجهين لاحد المخيمات الواقع بريف درعا الشرقي. طبعا مثل ما انتم شايفين قدامكم مخيمات للنازحين، اغلب هاي المخيمات ما فيهاش مدارس او اي يعني مراكز تعليميه نهائيا. الباص مهمته مساعده الطلاب متواجدين بهاي المخيمات على اعطائهم يعني بعض المواد التعليميه وبعض الانشطه الترفيهيه. حرف شو؟ حرف الحاء. وين حرف الحاء؟ أول واحد. كويس. في له عدة أشكال، يعني في أول الكلمة، وسط الكلمة، في آخر الكلمة. الكلمة شلون شكله بأول الكلمة؟ حالكم مشان ننزل، وبتنزل واحد واحد طلاب، ماشي؟ ماشي. يلا.